السلام عليكم يا حبايبي. ان شاء الله النهارده هعمل لكم طاجن قرع عسلي بالبشاميل، هيعجبكم ان شاء الله. انا قطعته اهوت مكعبات وجهزت السكر اهو، وهو لسه طازه وجميل ومال السوق وليه قيمه غذائيه عاليه جدا وحلو جدا للاطفال. هعمله اهوت واحطه على النار واوريه لكم وهو على النار. 4 كيلو اهوت مقطعهم مكعبات اهوت، حلوة خالص اهيت، واحط عليهم السكر. كل كيلو احط عليه كوباية سكر، او السكر اهوت، واحطه على النار اهو. يا حبايبي اهو استوى اهوت، اهو استوى خالص اهو، هنشيله من المية عشان نعمل بشاميل بالمية بتاعته اهو. استوى خالص اهو.